الحقيقة بس في سبب واحد يخليني أقتنع. قالوا الملك بفم الملك على فم ربنا يعني، أو كأنه ربنا بيقول للعبد أما كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا. فاللي ده مراحم الله، أنا اتغفر لي 60 مليون خطية. التاني عليه دين، أيوة بس مش أنا رحمتك. الطبيعة البشرية ترفض هذا، حقي ومنطقيا حقك، بس أنا اللي بتبهدل. وأساس الغفران في المثل ده هو الرحمة بس. كما رحمت، ليه أسامحه؟ ليه؟ ما فيش سبب هيخليني أسامح. ممكن أقول لا بيكررها، لا هيقول عليا ضعيف، لا هيركبني بعد كده، لا في 100 ألف، لا ما اعتذرش، لا ملوش عذر، لكن مش ده السبب ولا حاجة في دول. الرحمة هي أساس الغفران، كما رحمني أنا هرحم.